عاد فتح الكبانج طببني جوا، صارت وإلا إذا انفجر. نزل الكبانج وقال لنا وش الغراض منها. نبدأ من ديالة، منتسب في وزارة الداخلية حسب ادعاءه، اتفق مع أحد أصدقائه لسرقة محل للهواتف النقالة، ذلك عن طريق إدخاله إلى المحل في وقت الغروب ليقوم بسرقة محتويات المحل عند 5 فجرا. قام الصديق المتهم بعمل فتحة في بوابة المحل أو الكبنج حتى يطلعون المسروقات من المحل، إلا أنه تم الإخبار عنه في هذا الوقت وتم ضبطه متلبس. إذن لنشاهد هذه الحادثة من ديالة. أنا متصل وماجد عدة فعلة، اتفق معي ماجد عبد الخالق مبارك انه هو قال تعال بالأربعة ونص الفجر يسرق هذا المحل مال الولد نهاد ابو طيبه. عاد رحت له بالخمسة الاربع ايش لقيته ضارب المحل كبنج مالته بسكينه وحاطه بجيبه وفتح الكبنج مفتاح هنا معلقه برقبته اسود بخيط اسود. وعاد فتح الكبنج طببني جوا، صارت وإلا إذا انفجر. نزل الكبنج وقال لنا وش الغراض منها. راح ما حسيت غير إلا واحد برا أخا برا على المكافح مال جرام بلدروز على المكتب وجو القوى القبض. أنت شنو عملك؟ أنا منتسب وهو صايب مال تريلا. هاي أول عملية أنت عندك؟ نعم. شلون صار الاتفاق كذي؟ هو المغرب قال لي تعالي شافني وجهه لوجه، يعني لا اتصال ولا بد، وجهه لوجه قال لي. نعم. هل انت نفس العمر؟ لا هو اكبر مني كبير، هو عمره فوق 50 سنة. شنو الدافع اللي خلاك تبوق؟ والله مو دافع، يعني مو بدون وعي هيك بلا وعي رحت. شنو شارب شنو؟ لا مو شارب بس بلا وعي. هيك يعني اندفعت، شلون اندفاع صار عندي؟ دفع. انت منتسب راتبك؟ نعم. احكي لي انت نعم. شنو يعني انت مو منتسب؟ غلطه هي صارت. نعم غلطه من عندي، المفروض ما يعني ما اروح، ما استجيب الحكي وما اروح. زين انت محتاج هاي السلطات؟ لا محتاج. ما حد شنو اللي جابك هذا؟ هو الدافع اللي صحبته، يعني صحبه السوء ما اعرف شعبه ما اعرف.